تاع التلاميذ. هذا السيد بغينا نعرفوا الاعتماد علاش مسحوا. اول حاجه الاعتماد كان مقيد في 2004 2019 في شهر 4 تحيد سحباته منه المندوبيه. لحد الان هذا السيد حنا بغينا نعرفوا البروسيدير اللي سينينا معاه النهار الاول التزمنا به، ملتزم بان عنده لا كريديتي. حنا كنطالبوه دابا باش يجبد لنا هذاك البروسيدير اللي كليزينا معاه حنا كاباء والتزام اللي التزمنا به جميع السنوات اللي كيقراو وليداتنا، وخصو يلتزم معنا بلا كريديتي ديالو. طوم لي مكانش هادشي هاد السيد راه نصاب. بغينا نعرفوا الناس اللي وراه، بغينا نعرفوا هاد الدراري محلهم من الاعراب اشناهو، واش غيضيعوا اشناهو المستوى الدراسي اللي قراو اصلا ثلاث سنين ولا عامين، اشنو كومبيتاسيون اش وصلوا في دماغاتهم. لحد الان حنا بغينا نعرفوا هاد السيد ويجي عندنا ويتفاهم معنا كشخص، يخرج يتواصل معنا. رافض انه يتواصل معنا ويجي؟ علاش هاد السيد رافض؟ اذا رافض راه نصاب. المندوب ما تيجاوبنا. المندوب فانا الشيكات سيد المندوب مشينا عنده المندوبيه ديال درب غلف، دار معنا في واحد الاسبوع عطينا 10 ايام رجعنا عنده ما جاوبناش، ما استقبلنا ما والو. السكرتيره ديالو اللي كانت تما قالت لنا ودي راه ما بغاش يرد لكم جواب، عاود قالت لنا عطيونا واحد الاسبوع وتجيو. عطينا اسبوع رجعنا عندها ما قالت لنا ما كاين لا جواب لا والو، ما غاديش نبقى نعطيكم شي جواب، سيروا جريوا على روسكم. جينا للعماله دفعنا شكايه للعماله، شكايه لسيد العامل استقبلنا ودار معنا استقبلنا داروا معنا اسبوع رجعنا عندهم للعماله قال لنا ودي هذا السيد المندوب راه باقي ما جاوبناش. على هذا المندوب ما جاوبش العماله ما جاوبناش حنا، اذا كاين شي حاجه اللي ما جاوبناش، بغينا نفهموا علاش الجواب ما كاينش ديال المندوب وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الوقفه الاحتجاجيه الثانيه اللي قمنا بها قدام هذه المؤسسه للطب الموازي بمدينه المحمديه، ولا شيء يذكر سوى السيد العامل استقبل بعض الاعضاء من هذا الطلبه هذو وقال لي وعدهم بواحد الحلول، ولكن السؤال المطروح هنايا هو الوزاره المسؤوله وزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني اللي هي المسؤوله الاولى والاخرى على هذا الموضوع هذا. فسولنا قالت لك حنا حيدنا الرخصه لهذا السيد هذا، حيدت له الرخصه حيدت له الترخيص الاعتماد. علاش حيدتي له الاعتماد؟ حيت دار مخالفات. اذا هذاك السيد دار مخالفات حيدتي له الاعتماد. وشنو هو ذنب هاد الطلبه هذا؟ هادو هاد الطلبه هما الضحيه. هاد الطلبة دابا راهما مرض نفسانيا ومعنويا وماديا، شنو غادي نديروا لهم؟ واش نرجعوهم للور؟ نرجعوا للور للوراء ثلاث سنين؟ إذا هاد الوزارة هادي فاش دارت هاد الكونترا مع هاد السيد هذا راه عارفة بأن الطلبة عندهم ثلاث سنين ديال التكوين، ثلاث سنين ديال لافورماسيون، يعني إلا درت معاه هاد الكونترا هادي خصني نكمل هاد ثلاث سنين اونتيغمون عاد نعطيهم الدبلوم. لا، هي العام الأول عطاتهم ديزاتيستاسيون اكريديتي من عندها، العام الثاني نفس المشكل، العام الثالث لا حيدنا لك الدبلومات حيدنا لهم ما معترفش بهم، طلع الكرمه تجيني الكرموس انزل شكون اللي قالها لك. اذا حنا تنحملوا المسؤوليه الاولى والاخرى لوزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني، واذا كانوا غادي يعاقبوا هاد خينا هذا يصيفطوه للحبس ولا يعدموه ولا شغلهم هذاك، حنا ولادنا ما يضيعوش. تلاقينا في الباب كاع وخرج عندنا وذكر معنا وعطانا الوقت قال لك اودي هذا الشيء راه ماشي بعيد عليا، سيروا للمندوبيه في كازا هو اللي مكلفين بهذا الشيء وسيروا الرباط، انا هذا الشيء بعيد عليا. هذا الشيء اللي كاين قبل عطاو الناس قبل منا الناس قبل عطاو ما كاين حتى شي جواب. دابا حطوا الناس قبل منا، حنا يلاه مشينا دابا حطوا الناس قبل منا، ولكن الناس قبل منا باقي ما يديروا حتى حاجه. حنا دابا حطينا في العماله ومشينا عنده هو باش ياخذ معنا، ما بغاش تما كتب بالضبط ما استقبلناش، قال لك اودي سيروا للكازا وسيروا للرباط، هذا الشيء بعيد علينا حنا. وقال لك بناتنا خدامين معاهم تما في المندوبيه، قال لك نفس المشكل وقع لهم. هذا الشيء اللي قال لنا باش جاوبنا وجينا في حالتنا، باش غنديروا مع البوكس ما يمكنش، ما بغاش حاجه في حالتنا، هذا اللي كاين. كاين القانون في البلاد. انه يستلم الشكايه من عند حيت بداو كيكثروا عليه الشكايات كاع ما بقى باغي يستلمهم، وهو هذه طابع فيها لاكوز دي ريسبسيون ديالهم ديال المندوبيه انه استلمها وانه رفض دابا انه يستلم شكايات وحده اخرى. اش كتعني هذه؟ اللي مندوب تابع القطاع ديال الصحه رافض انه يسمع كاع هاد المشاكل ديال التلاميذ وديال هذا اللي كان حنايا تلاميذ ديال التمريض، ماشي كنمشيو نخدموا في الميكانيك ولا في هذا، كنخدموا في الاخر في دي زوبيتو لي بوبليك تابعين ليهم.
اذا هو خاصو يستلم هذه الشكايه ويرفض انه كما يرفض انه ياخذها. واش اللي كنطلب منك؟